السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تكون القنوات الإسلامية هنا تسف التراب والدعاة يحاولون جاهدين إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لما يكون الغزو العقدي على شباب المسلمين على أشده ثم تخذل ممن كنت تؤمل فيه خيرا، فهذه قاصمة الظهر يا حسن. حديثي إليك يا حسن سليمان أبو فلة، غفر الله لك. البارحة انهالت علي الرسائل تنبه وتشير إلى ما قلته عند لحظة خروجك وختام حملتك. الكلام ده سمعته لأبو فلة؟ سمعتها وطاش عقلي، أعدتها مرارا وتكرارا متألما والله. شكرا لكم كثير، ما يهم للدين ولا الدولة ولا العرق ولا أي شيء، كلنا تجمعنا من أجل عمل إنساني واحد. شكرا لكم لأن أنتم سبب هالشيء. ما يهم للدين. هذا يا حسن ذكرني بكلام ومواقف كثيرة لك كانت عليها علامات استفهام كبيرة. كرة بينية في الأخذ الماضية، ممتاز تصرف حارس المرمى. كريستيانو بالله امسكوا لي كريستيانو، بس اني اعرض الشيء اللي قاعد يصير، لان هذا مو شيء فقط، يعني مو كمسلم فقط اني ما يعني هذا واجبي كمسلم، وحتى لو اني مو مسلم هذا واجبي كمسيحي، هذا واجبي لو اني اي ديانه بالعالم، لانها الشيء اللي قاعد يصير هذا شيء انساني. لكنك كنت اكثر تحفظا وترددا ولم تكن بهذه الجراه والجديه، اما هذه ما يهم للدين، فكانت كالقشه التي قسمت ظهر البعير وليست والله بقشه. حسن، أعلم جيدا أن من الصعب سماع صوت النقد، خاصة الآن وأنت فيما أنت فيه، فالكل يمدح ويثني ثناء مطلقا للأسف الشديد، وهذا يعمي، لكن اصبر، فالغاية من خطابي هذا ألا تكون كغيري، فاصبر واسمع جيدا، ولا بد أن تسمع، فدينك الإسلام العظيم يقابله اليوم دين العلمانية والإنسانية الجديد، يقدم هذا الجديد نفسه على أنه الذي سيصلح معاش الناس، وأنه الذي سينقذهم من أخطاء الأديان، وسيتسبب في نهضتهم في الدنيا، فالإنسانية هي المهيمنة، ودينك يأتي ثانية، كما يعبر عنها الزنادقة، اعتنق الإنسانية أولا، ثم اعتنق ما تشاء، كلمة كفر أخذ الله من يدعو إليها وينشرها، والناس يخدعون، وفعلا بتنا نرى أثر هذا الدين الجديد في كثير من مناحي الحياة، ومن الثغور التي غزاها هذا الدين الجديد الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي، فكثير من ذلك دخلته هذه العلمنة، بل اليوم لا تتخلص هذه الجمعيات من التضييق إلا بعد الإقرار بمبادئ علمانية، حتى تجعل الباعث الديني ثانوي، وأما الباعث الإنساني فهو الأعلى وهو الأصلح ليكون عنوانا للتبرعات وشعارا للحملات، وربما نعم يسمح لك بجمع التبرعات بالعاطفة الدينية، لكنها أبدا لا توزع بحيث يقال هذه لكم استجابة لأمر الشرع الإسلامي، أبدا هذا لا يكون تحت ظل الإنسانية. نعم الإسلام من مقاصده نفع الناس طبعا، والإعانة والإغاثة وتحسين حياة البشر، لكن هذا كله إنما ينطلق من اليقين بأن حال البشر لا يهنأ إلا بالشريعة، ولا حياة مستقيمة إلا تحت ظل دين الله جل وعلا. أما إغاثة البشر وإرجاع فضل ذلك إلى اجتماع الأديان تحت راية الإنسانية فهذا باطل، هذا لا خير فيه ولا بركة. الإسلام يا حسن جاء ليعلو لا ليعلى عليه، جاء ليكون أصلا وغاية لا تابعا ومكملا، فافتح عينيك يا حسن وكن حريصا. إذا كانت بعض الجمعيات تضطر للخضوع والمراوغة فأنت هنا الأقوى، أنت الذي يحتاجون إليك للعكس، فألزمهم أنت بإسلامك للعكس، لا تجامل ولا تداهن هداك الله، وأنا هنا لن أجاملك، أنت كنت وما زلت مروجا كبيرا للهو الفارغ، وتتحمل أنت وأمثالك شيئا عظيما من هذا الذي نجد أجيال المسلمين اليوم من دون شيء غارقة في سفاسف الأمور، بدل أن ينتبهوا لعظيمها، وأنت وأمثالك تزيدون الطين بلة، وهذا سيكون له حديث آخر، ولكن فإني أحسبك مع ذلك من أكثر الشباب الله هذا خلقا وحياء، ومن أكثرهم ذكرا لله وحمدا لله سبحانه وتعالى، ولهذا كنا نؤمل فيك خيرا، نحاول أن نعرفك ضلال القوم، نخوفك بالله، ننصحك حتى لا تكون معول هدم لعقيدة من يتبعك، أنت يقتدى بك شئت أم أبيت، يقتدى بك، فوالله لا نريد لك إلا خيرا. يقول فاعل خير شكرا لك، هذا تبرع $400 من اخوانك المسيحيين، احلى تحية لاخواني المسيحيين واخواني من جميع الديانات العالم، هذا الحملة هي حملة انسانية، اعتنقنا الانسانية ثم اعتنقنا الديانات، جزاكم الله الف خير، ثم اعتنق ما شئت من الديانات. اي نعم هذا برج خليفة مثل ما قاعد تشوفون. ما تركت لحسن الظن مكانا يا حسن.
اسمع يا أبو فلة، هذا الكلام لك. جاءك دعاة دين الإنسانية من أهل الضلال، وجاءك المنسجمين معها من الفجار والفساق، وجاءك اليوتيوبرز الذين يدعون لها، جاءوك أفواجا أفواجا يشدون على يديك، وكل هذا لم تنتبه، ونراك تبكي لدعمهم وتكاد تذوب شكرا لهم. يا رجل، حتى قنوات تابعة لناس رحبت بهم وسمحت لهم بالتصوير معك ولم تبالي، بل حينما أردت السجود عند انتهاء حملتك فصلوا الكاميرا وما عادوا حتى أنهيت هذا السجود. كل هذا ولم تنتبه. أعلم أنك تريد إغاثة الناس من برد الشتاء، والبرد قاس نعم، وخسران الدفء شديد، أعلم ذلك، أعلم هذا وأعلم هذا جيدا صدقني، لكن الأقصى منه أن يخسر المرء دينه، الأقصى منه أن يتسبب المرء بتحسين صورة المنحرفين عقديا وخلقيا، الأقصى والأمر من ذلك أن تكرر شعارات الكفر وأنت تلعب وتلهو. هذه يمكث الدعاء فيها سنين حتى يعالجوا ما أصاب الناس منها، والله أعلم بمن سينجو من الأطفال الذين يتابعوك، ومن منهم سيقلدك على هذا ويقتدي بك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جلبت التبرعات نعم، لكنك أفسدت ما هو أهم ألف مرة. هداك الله يا حسن، لا ينبغي للمرء أن يلدغ من الجحر مرتين. برنامج قلبي اطمئن، انظر كيف بدأ مثلك، وانظر كيف انتهى به الحال. علمانية ودين الحب يجمعنا، وأموال لترسيخ مفاهيم الدين الجديد، فأنقذ نفسك من هذا الوحل، أنقذ نفسك. والله نريد لك الخير، أنا وإخواني إنما نريد لك الخير، وما أدري ما أقول أكثر من ذلك. لكن أخيرا يا أبو فلة، أعلم أن قد أغضبك حديثي إليك وظهري إليك هكذا، وقد أشحت بوجهي عنك، لكني قاصد لهذا لتذوق شيئا مما ذقته أنا حينما سمعتك بهذا الحال وبهذه الأفكار وهذه الكلمات. أنت فعلت مثل هذا وأشد، أعرضت وأعطيت ظهرك لكثير من دعاة الإسلام الذين سفوا التراب وهم يحمون الأطفال والشباب من هذا الفكر الجديد. أنت أعطيت ظهرك لمن أمن فيك خيرا من أب أو أم ائتمنوك على أطفالهم، ظنوا أنك تلهو من غير أن تفسد على الأطفال دينهم. هكذا شعر من أعرضت عنهم وخذلتهم. تخذلنا حينما تكون دعاية لدين الإنسانية. أسأل الله جل وعلا أن يهديك ويعيدك، وما هي يا حسن إلا لحظات وتوارى التراب، وحينها لن ينفعك عداد المشتركين والمشاهدات. غفر الله لي ولك وهدانا جميعا، هذه رسالة لك ولأمثالك. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك للحق منها، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يا إخوة نتيجة طبيعية لمن يرخي سمعه للإعلام بمختلف صوره، أغلب ذلك يغذي هذه الفكرة. فلا بد من الاستعداد جيدا.